أسوان جابت لنا فنان عاصر جميع الفنانين. النهارده حنتكلم على الفنان شحات طبش ابن محافظة أسوان، فنان التسعينات اللي عاصر جميع عمالقة الفن الشعبي مثل الفنان رشاد عبد العال عليه رحمة الله، والفنان عبد الرويش عليه رحمة الله، والفنان أبو سعود عليه رحمة الله، والفنان عيد الشروني، والفنان يونس البرسي. عاصر عمالقة الفن كبار وصغار. فنان التسعينات الأول في عصره الفنان شحات الطبش ما زال مستمر في ساحة ومجال فن الكف الشعبي. ومن أجمل اللقاءات في تاريخ حياته عاصر الفنان الكبير عيد الشروني لمدة لا تقل عن 6 سنوات متواصلة، واستطاع في هذه الأيام أن يخرج علينا بالكليبات الجميلة والفكاهية مثل أوعى من حماتك، كليب الفنان شحات طبش. أوعى من حماتك كليب عامل ضجة على السوشيال ميديا. الفنان شحات طبش حاليا كليباته ترندات. والكليب الثاني على السوشيال ميديا بنت الحرام برضو للفنان شحات طبش. الله أكبر عليك يا فنان متألق جميل، حياك يا ابن أسوان. أنا بحيي الفنان شحات طبش على النجاح اللي هو فيه. 1,000,000 مبروك على نجاح الكليبات أوعى من حماتك وبنت الحرام. 1,000,000 مبروك على النجاح الدائم. كما أتمنى لكم النجاح الدائم جميعا إخواتي وحبايبي في الله، ونتمنى النجاح الدائم للفنان الجميل الموهوب فنان الكف الشعبي شحات طبش. كان معكم الحج ربيع أبو خشبة من مركز ومدينة إسنة. بحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.